معظم الكلام اتقال. عن شويه ملاحظات سريعه يعني. الملاحظه الاولانيه انه كل ما حدث من اجتماعات تنسيقيه ما بين القوى الاسلاميه المختلفه وما بين الشباب بقى اذا كانوا مقسمين في الميدان، انا مش شايف ان الاتفاق شباب الثوره كان من الاتفاقات شبابيه او جامعات شبابيه او قوى مدنيه وغيره، انا من نظري انها حبيسه الغرف المغلقه لم تخرج من بعض، وده شيء شديد السلبيه. اعتقد انه اثاره السلبيه هتبان في الميدان مش هتبان دلوقتي. يعني انا ما زال الاجتماع اللي حصل امبارح في الشروق وكان حاضره الصفر عبد الغني وكان حاضره تاجي واخرين على حفظ الالقاب يعني من وحاضره بعض حد من شباب السلفيين في اسكندريه وكان حاضره وائل قنديل واخرين يعني. فضل حبيس الغرفه المغلقه وصدر بيه بيان اتقال انه بيان توافق وطني، واعتقد انه كان بيان جيد جدا ولكن لم يعلم عنه احد شيء تماما، والشباب السلفيين او الصفار السلفيين كلمونا تقريبا مش احنا ما نعرفش اي حاجه عن البيان هم كلهم. حدثت جلسات اخرى كان طبعا حاضر في القعده دي الشيخ محمد عبد المقصود، حدثت جلسات اخرى مع الشيخ محمد عبد المقصود واخرين من الشباب السلفيين من الرابطه المعموله بتاعت الشباب اللي اسمها الجبهه القوميه للاراده الشعبيه و السلفية الأسرة وآخرين يعني من المجموعات، وأعتقد إنها ما زالت النهارده في جلسة في الوسط، في جلسة هنا في نفس التوقيت، كان في جلسة في الوسط من ساعتين وجلسة هنا، أعتقد برضه إنها ما زالت في اللغات المغلقة، قواعد شباب السلفيين ما يعرفوش أي شيء عن اللي بيحصل في اللقاءات التنسيقية ديت ودرجة ما هي درجة التوافق اللي المجموعات دي وصلتها، ما زالت شعارات الحنجورية لعصر المجد هي تقريبا منتشرة في أوساط القواعد ديت. واعتقد انه لو لم يظهر خلال النهارده وبكره بالكثير خلال وسائل الاعلام المختلفه نظره توافقيه حوالين يوم الجمعه القادم واهميه انه يخرج بمظهر جيد، ممكن تبقى تحصل مشاكل في ميدان التحرير صعب السيطره عليها بشكل او باخر. ده رقم واحد. رقم اثنين، التيارات الإسلامية زي التيارات المدنية مش قوة ليها رأس ورجلين واضحة المعالم ومنظمة بالقدر اللي كل الناس متخيلاه. يعني احنا في جلساتنا مع المجموعات في تباين واختلاف في المواقف، والمواقف اللي واخدها حد زي صفات عبد الغني مختلف عن حد واخدها زي عصام عبد المجيد اختلاف كبير جدا مش اختلاف قليل. وده مختلف تماما عن مواقف الشباب السلفيين في اسكندريه حتى الان بالمعلومات اللي جبنا منهم. وده اعتقد انه ينذر بخطر اخر، مش عارف هل تظل حشدنا حبيسه الجلسات والغرف المغلقه دي ولا هنقدر نبقى طالعه منه. اخر حاجه في الاطار دوت انه اعتقد ان الجماعه الاسلاميه حاجه ممسوكه اكتر، نقدر نقول انه لو في كلام واضح حوالين ما هو موقفنا المحدد الواضح للجمعه القادمه نمسكه نبقى قادرين انه في التزام واضح من الافراد والقواعد في الجماعه بانه ده يبقى بيتنفذ في هيراك تنظيمي في شكل واضح بيتصاغ من خلال الموقف السياسي للنزول للميدان. انما خصوص الدعوه السلفيه الوقت الواضح مش كده خالص. انا من منطقه شعبيه وده السلام، اعتقد انه في جلسه اخر جلسه ليا بالليل مع الشباب السلفيين في القرار برضه ما يعرفوش اي حاجه عن اللي بيحصل ده. و اذا ما نستطع سريعا جدا ظهور لمختلف القواعد بانه هناك حتى شباب كتل الشباب المعتصمه في ميدان التحرير ما تعرفش كتير عن الجلسات اللي بتحصل هنا. وبالتالي لازم نبعتين دي حديث. ده رقم واحد. رقم اثنين، اتفضل. بس الناس بالنسبه للدعوه السلفيه تنظيم العمل تنظيم الناس بس تاخد حد عن الخطاب وعن المشكلات تنظيم كبير كيف ممكن تنظيمش عن المساله كيف تنظيم الرساله يعني انا قعدت لحد الان جلسات قعدت اكثر من 6 أو 7 جلسات تنسيقيه جلسات فرديه ايه؟ دي جلسات فرديه شبه معلش ولكن في توافق وطني من جميع القوى مفيش عمال السلفيه
ده رسالة ما بيستخدمش عنف سواء أنا لما تحدثت بما أنت عارف أنا عارف أول كطبيعة تيار سنة أنا بتكلم على تنظيم لا هو بس المعلومة وصلت لمين وفين بس أنا بس رقم واحد أنا بتكلم على تيار سنة في تيار سنة بصفة عامة يعني هو ما بيستخدمش العنف سواء كان نظام العمل أو نظام عشان بس الكلام يبقى واضح جدا أنا بس هي نقطة طب بص أنا هوضح لك عشان بس تبقى على خلف على تبقى مالي كلامك على أرضية سليمة أنا ما بتحدثش عن عنف أنا بتحدث عن أنا جاي الميدان السياسي جاي الميدان بالخلفية السياسية اللي أنا نازل عليها إيه؟ أنا نازل علشان أنحي القضايا الخلافية ونازلين كلنا على قضية رئيسية اسمها استكمال أهداف أهداف الثورة وعلى رأسها محاكمات ورفض المحاكمات العسكرية ومطالب ليها علاقة بالعدالة الاجتماعية ومطالب كلنا بنمسك أهداف الثورة وأنا أحيانا مطالب الخلفية ليها علاقة بالدستور والانتخابات ولا لأ؟ لا أنا هو ده الحقيقة طبعا الشح الفترة اللي فاتت ديت على الهوية الإسلامية وعلى الشريعة الإسلامية ده بالنسبة للتيار السنة معايا التحريض جه برضو من بعض التيارات الإسلامية على الايه؟ على ميدان التحرير. ان برضه علمانيين دول شيوعيين دول البلطجه دول الخارج. يا اظن ان ده كله نتيجه عشان بس عشان انا عايز عايز اكمل اللي وصل عايز اكمل اللي انا عايزه بس الناس فقد الثقه في ماشي انا استاذنك بس ما فيش محدش مع موجود معانا منهم يعني لكن انا على علم ان القواعد وصل لها اغلب الكلام اللي حضرتك اتكلم فيه انا على علم ان بسال ناس كتير منهم لا وصل لهم انهم متدينين في جمعه سلميه ما فيش فيها اي احتكاك انا زلك انا بس عايز اي سلميه الكلام يبقى المفهوم بتاعه كلام وتكرار الكلام يبقى المفهوم بتاعه واضح لما يتحدث احد تماما لما يتحدث احد تماما عن العنف السلميه مفروغ منها التيارات السلفيه واخوان المسلمين اخوان المسلمين في الجمعه اللي هي طب يا جماعه هو بس الزملاء اللي كانوا بيقولوا كلامه وبعد كده المناقشات بعد ما اتفضل انا ما اتكلمتش خالص عن عنف وعارف ان مفيش حد نازل من ده التحرير ده من الاخوان الاسلاميه والاخوان المدنيه ينتوي العنف على وجه الاطلاق بس اختلاف انا نازل والمضمون السياسي اللي انا نازل ادافع عنه ايه ده اللي ممكن يحدث نوع من المشادات المشادات دي مع وجود عناصر كلنا متاكدين من دلوقتي موجوده في الميدان تسعى لان المشاكل دي تضخم ويبقى ليها شكل واسع جدا ممكن تبقى تتطور لو ما كناش قادرين انه جنب الجلسات التنسيقيه دي يبقى في تنسيق عالي جدا في العمل الميداني تامين جوابات التامين داخل الميدان والعمل على المنصات اعتقد انه هيبقى في ازمه اعتقد انه هتبقى في غدا هتافات يرفضها القوى الاسلاميه ليها علاقه برفض المشير او غيره وبالتالي ده هيثير حفاظ البعض وبالتالي في نوعيه دي من المشاكل دي نقطة تفصيلية اعتقد انها مهمة جدا في نوعين من المشاكل يجب ان نتعامل معاها بقدر عالي جدا من المرونة بقدر عالي جدا من استيعاب الموقف ده رقم واحد رقم هو ده موضوع الندوة احنا واحنا قاعدين على الترابيزة هو ده موضوع الندوة يعني انت تتكلم فيه ده هو موضوع الندوة الجمعة اللي صدمناها المفروض احنا نتكلم كيف والاخر هل في فخر وعلينا ان نحزن يبقى نقول ما هو الفخر وكيف نحزن منه اتشكلت عايزين حاجات عملية بقى نتكلم في حاجات عملية ونشوف واحد اثنين ثلاثة انت وضح اقتراحك ايه عملي من السلفية او من الجماعة السلمية مطلوب واحد اثنين ثلاثة واحنا ننقل الكلام دوت احنا جايين نمثل الجماعة وانت بتقول ان احنا بنمثل ايضا الائتلاف اللي انت جاي نيابة عنه يبقى انت عدمت برضه في عملية الائتلاف شكل عدد من لجان النظام في الخمس اجتماعات الاخرانية ما بين الاخوان المسلمين وبين الشباب المعتصمين داخل الميدان وبين القوى السياسية الجماعة المشاركين على تأمين المراكز والمخارج بتاعة الميدان وتأمين المنصات وحلها في منصتين أو ثلاثة بالتالي اللي أنا عايز أقوله إنه الرسالة توصل إنه هتحصل مشادات هتحصل خلافات استعادات إزاي أن قدر من المرونة والتفاعل مع ده يبقى واصل الحاجه الثانيه انه هل احنا متفقين ولا متفقين على كل ان احنا سياسيا احنا مختلفين سياسيا اختلاف سياسي يجب ان يبرز في الميدان اخفاءه مش في مصلحه الطرفين انا هطلع دافع عن انه المجلس العسكري بيقف عقبه او حائل في استكمال اهداف الثوره زميلي ممكن يبقى مش شايف دوت من كان سلفي او خان مش شايف دوت هيطلع يدافع عن وجهه نظره ازاي نبقى متقبلين ده بمرونه متقبلين ده متقبلين ان احنا مختلفين داخل الميدان طيب متقبلين ان احنا على المنصات بنلقي بخطاب سياسي مختلف على الجمهور الموجود موقفنا مش لازم يبقى موحده ولكن اللي لازم يبقى موحد هو انه اي محاولات لشق السبت شق الصف بين القوى الثورية هي محاولات مرفوضة تعبيرنا عن أرادنا المختلفة بشكل سلمي أمام بعض هو ده المطلوب بالتالي
ملخص كلام برضه في نقطتين. النقطه الاولانيه انه تحصل وده اكيد علشان ما يبقاش بنخرج من قاعده ولا تحصل مشددات وخلافات في ميدان التحرير. تحصل مشددات وخلافات اللي هيوضح ده ازاي يخرج بالكلام اللي احنا بنقوله هنا حوالين المرونه العاليه في التفاعل مع المواقف والاحداث اللي بتحصل جوه الميدان انه يوصل لكافه القواعد المختلفة. والنقطة الثانية انه علينا ان نتقبل اننا مختلفين سياسيا وهنبرز داخل الميدان كاقطاب مختلفة سياسيا ليست متفقة سياسيا لا حوالين الرئيس السياسي ولا حوالين سياسة الفترة الانتقالية ولا حوالين انا مختلف مثلا مع 90% من الكلام اللي كان بيقوله استاذنا الاستاذ ممدوح اسماعيل حوالين استخدام يعني هو كان بيتهم بعض السياسيين بالنازيين السياسيين والعنصريه السياسيه رغم مستخدم الفاظ صعبه جدا للنازيين السياسيين العنصريه السياسيه قفز على اراده الشعب مصادره اراده الشعب الصوت العالي نخبه الكره ضد الفرسيزو دي جمله من المصطلحات كلها عنصريه اصلا بوصف بيها مجموعه بقول ان هم بيستخدموا العنصريه ما ينفعش استخدم مصطلح عنصري في رفض اخرين وبالتالي يعني نختلف ولكن لا داعي انه لان انا مختلف معاك فانا ارى ان انا من يحمل لواء الاراده الشعبيه وانت من يحمل لواء المصادره على الاراده الشعبيه بالتوصيف بالتوصيف يعني هو الرساله الواضحه ان هناك ستظل الخلافات قائمه في المطالب بس